وقد ذكرت في دروس سابقة ربما في غير هذا المكان قصة ذكرها الله تعالى لنا في كتابه، وهي قصة فيها عبرة وعظة لنا، وهي قصة الثلاثة الذين خلفوا، ثلاثة صحابة من الصحابة تخلفوا عن رسول الله في غزوة تبوك. هذه غزوة تبوك تسمى غزوة العسرة، وقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها في وقت شديد الحر، المؤونة كانت فيها شديدة، الحر فيه شديد والطريق بعيدة والعدو كثير قوي، كان يريد مناجزة الروم، والوقت وقت قيض، والأنصار أهل زرع، طابت ثمار ومشتغلين بالرطب وجني التمر والتتمير، وهذه ينتظرونها في كل موسم، حياتهم قائمة على ذلك. وقد عزم صلى الله عليه وسلم على المسلمين وحثهم على الخروج معه، لكن ثلاثة منهم وهم كعب بن مالك رضوان الله تعالى عليه، وهلال بن أمية، ومرارة بن ربيع رضوان الله تعالى عليهما، لم يخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، وليس لهم عذر في ذلك، لكن يعني تسويف إن شاء الله، ألحق أرتب أمور بس الجداد والقيض وألحق، وباكر، والنبي أسرع في الجهاز، وهم ما زالوا ما رتبوا شيء، ثم الذي بعده ثم الذي بعده، إلى أن خرج رسول الله والمسلمون معه، وهم بعدهم مموحين يخلصوا شيء، إلى أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون إلى تبوك. وكان كعب يقول: فساءني أنني حينما أمر في المدينة لا أرى إلا معذورا عذره الله، أو رجلا مغموضا عليه بالنفاق، ما حد باقي في المدينة إلا شياب تعبانين أو مرضى تعبانين أو ناس معروفين بالنفاق أو يعني يظن فيهم النفاق عياذا بالله. المهم، حينما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء المتخلفون من المنافقين يعتذرون لرسول الله، ورسول الله أخذ بظاهر قولهم واستغفر لهم وعذرهم، وجاء كعب ابن مالك فنظر إليه صلى الله عليه وسلم نظرة المغضب، وقال له: تعال، لما تخلفت عني؟ قال: والله يا رسول الله، لو جلست أمام غيرك لعلمت بأنني يمكن أن أتخلص منه بكذب، ولكنني لا أستطيع أن أقول إلا الصدق، لأني أؤمن بأن الوحي سينزل عليك ويكذبني. والله يا رسول الله، ما ليس لي عذر، وما كنت في وقت من الأوقات أنا أقوى على الخروج من هذا الوقت أبدا، ما اجتمعت لي راحلتان في وقت من الأوقات غير في هذا الوقت. قال: أما هذا فقد صدق. وجاء هلال بن أمية ومرارة بن ربيع وقال نفس الأمر، فأرجأ رسول الله أمرهم حتى يقضي الله في شأنهم. وقاطعهم رسول الله والمسلمين، والمسلمون لا يكلمونهم ولا يجالسونهم مدة 50 ليلة، وهم قد جاءوا إلى رسول الله تائبين، واضح، قد جاءوا إلى رسول الله تائبين، لم يكذبوا، وإنما قالوا: ليس لنا عذر أبدا، ونحن نعترف بذنبنا، ولكن
كانت هنالك تربية نبوية لهؤلاء النفر. بعد 50 ليلة نزلت توبة الله تعالى عليهم، لقد تاب، وعلى الثلاثة الذين خلفوا، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوب. كعب بن مالك رضوان الله تعالى عليه كان يذكر أنه كان يخرج إلى المسجد ويسارق النبي النظر، والنبي مشيح عنه بوجهه ويقبل على صلاته فينظر النبي إليه، فلما ينتهي من صلاته وينظر إلى رسول الله أشاح رسول الله بوجهه عنه. يستمر على هذا الحال، يذهب إلى السوق يحاول أن يكلم هذا يكلم هذا يكلم هذا، الكل معرض عنه. يذهب بعد ذلك إلى بستان ابن عمه أبي قتادة، وهو كما يقول أحب الناس إلى قلبي، يتسلق السور لينظر إليه ثم يقول له: أسألك بالله يا أبا قتادة، هل تعلم أنني محب لرسول الله لله ورسوله؟ فلم يرد عليه أبو قتادة لأنه منهي عن ذلك، بل قال بينه وبين نفسه: الله ورسوله أعلم. ثم في رأس الأربعين أمر رسول الله نساءهم أن يعتزلنهم، فاعتزلتهم نساؤهم كما اعتزلهم الناس، وذهبت زوجه إلى أهلها، وجاءت زوجة هلال بن أمية وكان رجلا كبيرا في السن تطلب من رسول الله أن يسمح لها في خدمته لأنه شيخ ضائع ليس له من يخدمه، ما يستطيع يصرف نفسه، فسمح لها صلى الله عليه وسلم على ألا يقربها. قالت: يا رسول الله، إنه مكب على البكاء منذ أن كان ما كان، ليس به حركة إلى شيء. ثم بعد 50، حينما يقول كعب: والله صليت الفجر فوق بيت من بيوتنا وأنا على الحال التي ذكرها الله، ضاقت علي الأرض بما رحبت وضاقت علي نفسي وظننت، أي علمت، وظنوا أي علموا، تأتي ظن في القرآن بمعنى علم، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، أي وعلموا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. فعند ذلك صاح الصائح مبشرا كعب ابن مالك ومن معه من الثلاثة بتوبة الله تعالى عليه. هذا في درس بليغ تعلمنا ما ينبغي أن ننتبه له في أمر التوبة. سيدنا كعب بن مالك ومن معه، ولا نقول هذا الأمر انتقاصا من شأنهم، فهم سادتنا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تاب الله تعالى عليهم قطعا وأنزل ذلك في كتابه العزيز، لكننا نريد أن نستفيد من هذه الحادثة ونتعلم. كعب بن مالك ومن معه، إيش كان الخطأ الذي وقعوا فيه؟ تخلفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولماذا تخلفوا عن رسول الله في نظركم؟ ليش؟ بسبب القيد والرطب. وهيش بعد؟ تسويف. والجلسة في المدينة، يعني براد وماي وبين أهله وكذا، هناك حر وتعب. إذن كان هنالك
أمور اعتملت في نفوس هؤلاء الثلاثة، مع أنهم كانوا محبين لله ورسوله، لكن غلبت هذه الشهوة، شهوة التعلق بالمال والتتمير والتعلق بالمخلوقات هذه على التعلق بالله. ولو كانوا أحسنوا التعلق بالله عندئذ لفروا إلى الله تعالى مخفين حيث أمرهم رسول الله. هذا التعلق بالمخلوقات هو الأمر الذي ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الثلاثة على مدار 50 يوما. حتى يتركوه، وحينما تحقق الترك للذنب حقا نزلت التوبة. حينما تحقق الترك للذنب حقا نزلت التوبة. فسيدنا كعب يعني في بداية تلك الفترة كان يخرج إلى المسجد، يحاول أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، يحاول أن يكلم الصحابة، يسير إلى الأسواق يجالسهم، يحاول أن يكلموه ويلتفت إليهم ويحاول، وهم معرضون عنه. كان أول درس حلهم أن هؤلاء المجتمع المسلم كله تعلق بالخالق ولم يتعلق بمخلوق، أنتم أهلهم، حد منهم حيانكم، أهلكم، قبيلتكم، عشيرتكم، لكنهم كلهم تعلقوا بالله ولم يتعلقوا بهذه القرابة. حينما أمرهم رسول الله أن يتركوا كلامكم وأن لا يتعاملوا معكم تركوا ذلك. كان هذا درس بليغ لهم حتى يتعلموا التعلق بالخالق، لكن خفي الأمر عن كعب، فما زال يذهب. ماذا تريد من رسول الله أن يصنع لك؟ وماذا تريد من الصحابة حينما تكلمهم أن يصنعوا لك؟ لماذا تتعلق بمثل هذه الأمور؟ لماذا لا تصلح حالك مع الله تعالى وتلتفت إلى ربك جل وعلا؟ هذا كله لا ينفعك. فكان هذا درس. ثم بعد ذلك لربما يكون أول يعني أمر استفاد منه كعب فعلا هو ما حصل له من فتنة في أثناء هذه المحنة، حينما جاءته رسالة ملك غسان، الملك الغساني النصراني يدعوه إلى أن يرحل إليه، يقول قد علمت بأن صاحبك قد قلاك أي جفاك، وإنك لست بدار هوان، فاقدم إلينا نحسن إليك نكرمك. هذا كان قمة التعلق بالمخلوقين، لو أنه فعله سيخسر دينه وسيتعلق بذلك الملك النصراني، لكنه تنبه وقال هذه والله هي الفتنة، فسجر به التنور، أحرق ذلك الكتاب في التنور وارتاح من ذلك الأمر. ثم كانت جرعة، أو قبل ذلك تجد بأن كعب يعني تقريبا أيس من عموم المسلمين، فما أصبح يخرج مثل ما كان يخرج إليهم أو يحاول تكليمهم، لكنه لم ييأس بعد من ابن عمه وهو أحب الناس إليه من أبي قتادة، ذهب إليه في بستانه يسأله هل تعلم أنني محب لرسول الله؟ إيش تريد أنت من أبي قتادة؟ وما الذي يمكن أن يفعله لك أبو قتادة؟ وما الذي يمكن أن ينفعك إذا قال لك أبو قتادة أنك تحب رسول الله أو لا، أو لست بمحب لرسول الله؟ هذا الأمر لا يقدم ولا يؤخر، أمرك أنت مع ربك جل وعلا، هذا هو المطلوب منك. ثم كانت جرعة أكبر حينما أمر رسول الله نساءهم بأن يعتزلنهم،
ليعلمهم كيف إن المجتمع حتى أقرب الناس إليكم يلتفت إلى الخالق ولا يلتفت إلى مخلوق. ما حد أعز على المرأة من زوجها، لكنها جعلت أمر الله أعز من علاقتها بزوجها، فهجرت زوجها حينما أمرها رسول الله أن تهجره، إلى أن يئس كعب من المخلوقين جميعا، وتحقق فيه الافتقار التام إلى الخالق، ترك الذنب الذي كان سببا في فيما وقع فيه من الذنب، وهو التعلق بهذه المخلوقات، وافتقر إلى الخالق وتعلق به، وتحقق في ذلك الذي قاله الله تعالى: ضاقت عليه الأرض بما رحبت وضاقت عليه نفسه وعلم أنه لا ملجأ له من الله إلا إليه، لا فائدة في أحد ولا نفع من قبل أحد، ليس لي إلا الله في هذه المسألة جميعا. عند ذلك نزلت توبة الله تعالى عليه، وقد استوعبوا الدرس جيدا، حتى أنه يذكر بعد ذلك، يعني حينما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فما قام لي أحد من المهاجرين غير طلحة يهنئني، ولكنه لم يلتفت إلى ذلك، فهو يستوي عنده أن يهنئه يهنئونه أو لا يهنئونه، ويجلس بين يدي رسول الله فيقول له: يا رسول الله، أهي من عندك أم من عند الله هذه التوبة؟ شوف إلى أي درجة. فيقول له: بل هي من عند الله. ثم ماذا يقول بعد ذلك؟ يا رسول الله، إنما أصبت بسبب مالي، وأشهدك أن مالي هذا المال اللي أنا تعلقت به وكان سببا في هذا العصيان أتخلص منه، هو في سبيل الله، حتى هذا المال الذي كان هو سببا في إخفاقه قال هو صدقة في سبيل الله، ضعه يا رسول الله حيث أحببت. وهذا قمة التخلص من تعلق بالمخلوقين. فحصل الترك، كان الندم موجودا وتأكد ذلك والعزم، ولكن ترك المتعلقات التي كانت تتعلق بالذنب لم يكن بتلك الصورة، فلما تحقق نزلت التوبة. توبتنا نحن الآن لا ينزل بها وحي من الله بعد 50 ليلة أو 60 ليلة أو شهر أو شهرين، مثل ما نزلت توبة كعب بن مالك ومن معه، فلا يعلم الإنسان هل قبلت توبته أم لم تقبل، لكن ربما تكون لذلك علامات يستدل الإنسان بها، يأنس بها، لكنه لا يخطع. وكما يقال: التوبة من الذنب، أو علامة توبة الله تعالى على العبد تكون بتركه للذنب، ترك الذنب هو علامة التوبة. فحينما يجد الإنسان نفسه في صراع ما زال ومحاولات وما إلى ذلك من تأثرات، فمعنى ذلك أن هنالك خلل يحتاج إلى مراجعة، يحتاج إلى أن يراجع الإنسان نفسه فيه، سواء فيما يتعلق بالترك أو فيما يتعلق بالندم أو فيما يتعلق بالعزم أو فيما يتعلق بالحقوق، راجع نفسك فيه. إذا ما وجدت إخفاقا راجع نفسك في هذه الأمور، فلربما كان هنالك تقصير ولذلك وقع هذا الإخفاق. هذا أمر ينبغي أن ننتبه أتم الانتباه له، وأن نعتني أتم العناية به، وددت أن أنبه عليه.